هجرة حيوان النوم. تعد هجرة الحيوانات البرية حدثا مستمرا يحدث كل عام، حيث يهاجر 2 مليون من الحيوانات البرية مثل حيوانات النوم والحمار الوحشي والغزلان في طريق دائري حول منتزه سيرنجيتي الوطني في تنزانيا، ويكون ذلك بعد هطول الأمطار في الأشهر من يوليو وأكتوبر. فتعبر هذه الحيوانات نهر مارا العظيم في شمال سيرنجيتي بهدف البحث عن مراعي جديدة في ماساي مارا، ولكن بسبب الحركة الفوضوية فإن بعضها يعبر والبعض الآخر قد لا يعبر على الإطلاق، وبعضها قد يلاقي حتفه بسبب الإرهاق أو الجوع أو أكلها من قبل العديد من الحيوانات المفترسة على طول الطريق. وفي الفترة من ديسمبر إلى مارس تقريبا يستقرون في منطقة نيدوتو، وخلال موسم الأمطار الرئيسي في تنزانيا في الأشهر من إبريل ومايو تبدأ القطعان في الانتشار شمالا، وبحلول يونيو تنتقل القطعان إلى كوجاتيندي ولاماي ويج تحديدا في مناطق موسم الجفاف استجابة لنقص المياه السطحية. وتشتمل العوامل التي تؤثر على هجرة حيوان النوم وفرة الغذاء والحيوانات المفترسة وتوافر المياه السطحية واحتواء الحشائش على الفوسفور والنيتروجين. وفي التالي سيتم الحديث عن تزاوج حيوانات النوم، حيث تتزاوج حيوانات النوم في فترة التزاوج يسعى ذكر حيوان النوم إلى توفير أراضي صغيرة تبلغ مساحتها حوالي 3000 متر مربع، أي ما يعادل 32000 قدم مربع، ومن ثم يبدأ بالتنافس على إناث الحيوانات النوم وجذبها من خلال همهمات وسلوكيات مميزة، مع حرصه على الدفاع عن هذه المناطق الصغيرة عن غيرهم من الذكور. وتتكاثر الحيوانات البرية عادة في الفترة ما بين مايو ويوليو في نهاية موسم الأمطار، عندما تكون حيوانات النوم في ذروتها البدنية الجيدة، وتستمر فترة الحمل من 250 إلى 260 يوم، وعادة ما تتم الولادة في بداية موسم الأمطار في الفترة ما بين يناير ومارس، ويبلغ وزن العجل وهو صغير عند الولادة ما يصل إلى 21 كيلو جرام، أي ما يعادل حوالي 46 رطل. وبعد فترة قصيرة من الولادة يصبح بإمكانه التحرك مع القطيع، وقد يصل معدل وفيات العجول إلى 50% عند وجودها في قطعان معزولة وصغيرة، ولكن قد يصل معدلات بقاء العجول على قيد الحياة إلى أكثر من 80% عند وجودها في قطعان كبير. من فوائد حيوان النوم، يقوم السكان وصيادي اللحوم غير الشرعيين في أفريقيا بقتل حيوانات النوم لاستخدامها كمصادر غذاء، حيث تتميز لحومها بالطعم الشهي واحتوائها على العناصر الغذائية المهمة، ويتميز لحم الإناث بأنه أكثر رقة على عكس لحم الذكور الذي يكون جافا وصعبا إلى حد ما، كما أنها توفر منتجات مهمة مثل الجلد عالي الجودة. ولكن في ذات الوقت من الممكن أن يؤثر وجود حيوانات النوم البرية بشكل سلبي على الماشية التجارية والمنزلية، وذلك بنقل الأمراض والأوبئة بينها مثل الأوراد والديدان الرئوية والديدان الشريطية. وفي وقت مضى قامت مقاطعة ناتال في جنوب أفريقيا بإصدار العديد من الطوابع التي رسم عليها صورة حيوان النوم، وانتشر العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية التي اشتملت على الحيوانات البرية مثل حيوانات النوم. وفي التالي سيتم الحديث عن خطر تعرض حيوان النوم للانقراض، حيث تتعرض العديد من الحيوانات البرية ومنها حيوان النوم إلى التناقص بشكل متزايد في الوقت الحالي، حيث إنه وفي السنوات الأخيرة أدت المطالب البشرية على المناظر والأراضي الطبيعية إلى بناء الأسوار والطرق حول بعض الأراضي، مما أدى إلى الحد من الهجرة البرية التي تعد عملية بيولوجية لدى حيوانات النوم. ومن الأمثلة الأكثر وضوحا لعواقب بناء السياج على الهجرات الأرضية قيام سلطات بوتسوان
بتسييج آلاف الكيلومترات عبر كاليهاري، مما حال دون وصول الحيوانات البرية إلى أراضي الرعي وثقوب الري، فأسفر ذلك عن مقتل عشرات الآلاف من الحيوانات، مما أدى إلى تناقص الحيوانات البرية إلى أقل من 10% من حجمها السابق. كما يمثل الصيد غير القانوني مصدر قلق رئيسي لخطر انقراض حيوان النوى، بالإضافة إلى التهديدات الطبيعية التي تشكلها الحيوانات المفترسة. حيوان النوى أو ما يعرف بالثيتل الوحشي البري هو حيوان ذو حجم كبير، قد يتراوح وزنه ما بين 265 إلى 600 رطل، ويبلغ طوله حوالي من 4 إلى 5 أقدام، ويتميز برأس وأرجل كبيرة مع وجود القرون في أعلى الرأس، ولون جسمه الرمادي ولحيته ذات اللون الأبيض والأسود. وعادة ما يعيش حوالي 20 عاما، ولكن بعض من أنواعه تعيش لفترة أطول، كما أنها تعد من الحيوانات العاشبة أو العشبية التي تتغذى على النباتات فقط، لذلك تعيش في شرق أفريقيا في السافانا التي تعد منطقة عشبية كبيرة بها شجيرات وأشجار، وتحديدا في كينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وموزمبيق وأنغولا، في المناطق التي لا تكون رطبة جدا أو جافة جدا. في التالي سيتم الحديث عن حيوان النوى أو السيتل بشيء من التفصيل، فعن التكيف البيئي والسلوكي للحيوان، يعد حيوان النوى من الوجبات المفضلة لدى العديد من الحيوانات المفترسة مثل الفهود والتماسيح، كما في هذا الفيديو نعرض افتراس التماسيح لحيوان النوى عندما كانت تعبر لنهر مارا العظيم، والأسود والضباع والكلاب البرية الأفريقية. ولكن بالرغم من ذلك، فإن النوى يعد حيوان قوي ويستطيع التصدي لهجمات الحيوانات المفترسة، لدرجة أنه يتسبب بإصابات كبيرة لها، حيث تبلغ سرعته ما يصل إلى حوالي 80 كيلومتر في الساعة، أي ما يعادل 50 ميل. كما أنها تنتشر على شكل مجموعات وليس أفراد، وتقوم الحيوانات الأكبر سنا بحماية الحيوانات الصغيرة، وتتعاون فيما بينها من خلال التناوب أثناء فترة النوم لحراسة القطيع وحمايته من غزو ليلي محتمل من قبل الحيوانات المفترسة. والجدير بالذكر إن النسور تستهلك حوالي 70% من جثث الحيوانات البرية المتاحة التي تكون قد لاقت حتفها أثناء الهجرة، حيث إن النسور تقوم بتتبع هجرات الحيوانات ومن ضمنها حيوانات النوى لأهميتها كمصدر غذائي. وعن حيوان النوى، فهو يعيش في نفس الأماكن التي يعيش فيها غزال تومسون والحمار الوحشي، وعلى عكس حيوانات الظبي الأخرى، فالنوى ليس حيوانا جميلا، فهو له جسم حصان ورأس بقرة وقوائم ظبي طويلة ورفيعة. هذه الحيوانات غالبا ما تتقاتل فيما بينها، وهي تميل إلى الهدوء والخوف. وحيوان النوى قادر على الحياة من دون شرب ماء لمدة تصل إلى أسبوع، ويسكن في قطعان كبيرة تسمع فيها دائما أصوات غريبة مثل صوت نقيق الضفادع. النوى يعتبر نسخة من الظبي، لديها قرون سواء كانت ذكرا أو أنثى، في حين إنها إقليمية فإنها معروفة أيضا بالمرح والنشاط من بين جميع الظباء في أفريقيا. نمت أعداد حيوان النوى من 250 ألف على قيد الحياة سنة 1960 إلى أكثر من 1,500,000 اعتبارا من 2020. يتميز حيوان النوى بطرف أمامي ثقيل، ولكن أرجله الخلفية نحيفة. لدى النوى رأس على شكل مستطيل وأكتاف عريضة تطابق عرض قوائمه التي تشمل عضلات كبيرة. ليس كل النوى له نفس اللون، بعضها لديها فرشاة رمادية فاتحة، في حين أن البعض الآخر لونه أقرب إلى الأزرق الرمادي. أما ظباء النوى الأكثر ظلاما، فهي ذات لون بني رمادي، وعلى أكتافها خطوط بنية داكنة تعبر أجسامها عموديا. لدى النوى عرف أسود، وهو سميك وطويل، ولديها لحية طويلة على عنقها،
والتي يمكن أن تكون داكنة أو شاحبة. حيوان النوى أيضا هو حيوان له قرون تلتف بعيدا عن رأسه، ولدى ذكر النوى قرون ضعف حجم قرون الأنثى. أما بالنسبة للذكور فيتراوح طول القرن ما بين 33 بوصة، وقرون الأنثى ما بين 12 إلى 16 بوصة، وتكون قاعدة قرنها أكثر خشونة كلما تقدمت في السن. ينمو النوى الأزرق عادة على ارتفاع 4 أقدام ونصف أو 3 مرات ونصف أطول من دبوس البولينج، كما يمكن أن يصل وزنها إلى 600 باوند أو ما يقرب من نصف وزن الدب القطبي. موطنها هو موطن تطوف فيه حيوانات النوى بحرية، وهي تعيش بالقرب من بعضها البعض، وهم يحمون مناطقهم. ليس من غير المألوف أن يعيش 270 منهم في مناطق مساحتها كيلومتر مربع واحد، فأحيانا تبقى القطعان في مقاطعتها فيما ينتقل البعض الآخر باستمرار. لكن كل النوى يستريح في الليل أو عندما تكون درجة حرارة الهواء حارة، وأوقات النهار هي الأكثر نشاطا طول الصباح وحتى الساعات الأولى من بعد الظهر، وتقضي حوالي 50% من حياة النوى في الراحة، وتخصص 33% من حياتها للرعي، بينما يقضي 12% منها في التفاعل مع حيوانات النوى الأخرى. وهي تعيش في الغابات والسهول العشبية وأجزاء مختلفة من أفريقيا الشرقية، وتشمل كينيا وسيرنجيتي وتزمانيا في الجزء الجنوبي من أفريقيا، حيث تعيش حيوانات النوى بالقرب من نهر أورانج جنوب أفريقيا. يفضل هذا الحيوان العيش في السافانا في أكاسيا، حيث ينمو العشب بسرعة بسبب رطوبة التربة، وهو جيد للعثور على العشب الوافر للأكل أثناء الرعي. ومع أن حيوانات النوى تعيش عادة مع بعضها البعض، فمن المعروف أيضا أنها تعيش مؤقتا مع حمير الزرد أو الحمير الوحشية التي تصادفها في السهول، وذلك لأن الحمير الوحشية تأكل الطبقة العليا من العشب حيث يصل النوى إلى ما تحته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.